في حلقة المكاسرة بين سكيبس وريكبي مات ريكبي أو صار في طيسة بعد ما سكيبس اكتشف بأنه ريكبي كان يغش. سكيبس فك الآلة اللي كان يغش فيها ريكبي وصار يكسرها بكل قوته ورفعها على السماء ونزل باللي بزره على الأرض، فانكسرت الطاولة في ظهر ريكبي وبعدها مات، يعني صار في طيسة. وسكيبس حس بشوية تأنيب ضمير، يعني مسح وجهه في الطاولة لدرجة أنه مات وبعدين حس بتأنيب ضمير، يا عيني على ضميره، وراح يقاتل الموت بشرط أنه يرجع إحياء ريكبي. أنا ماني فاهم، يعني راح أسوق الخضرة وقال لهم بدي الموت عشان أكسره، وبعد مكاسرة طويلة بينه وبين الموت لولا انه الموت اسمها الموت كان لحق ركبي كمان، بس في النهاية طلع محظوظ وطلع ظهرة سليمة بعد المكاسرة، بس اكيد فاز سكيبس. وبعد هيك الموت جمع له شي بزقة فيها شوية مكسرات وبزقها على توم ركبي، وبعد ركبي قدر يعني يعيش. عليك لو ضليت ميت كان احسن لي. كارتون نتورك حذفت مشهد الموت وما بعده لانه ما يناسب المشاهد. لمشاهدة حلقات العرض العادي الرابط في التعليق المثبت.